لله داب آب آب آيمان. بسم الآب والابن والروح القدس الآن الواحد آمين. تحل عن عبادته وبركته الآن الأبد آمين. اليوم 11 هطور، وسمعنا النهاردة إنجيل القديس لوقا، وبيتكلم على بشارة الملاك لزكريا بميلاد يوحنا المعمدان. فالنهاردة يقول الكتاب المقدس عليهم كده، إذا على زكريا وإليصابات، إنهم كلاهما بارين أمام الله، سالكين في جميع وصايا وحقوق الرب أو أحكام الرب بلا لوم. بلا لوم يعني إيه؟ بلا لوم دي يعني بلا توبيخ أو بلا عتاب أو حد يأنبهم على خطأ بيعملوه. بلا لوم على طاعة الوصية، بلا لوم لأنهم كانوا بيخافوا الله ويحبوا الله كثيرا، بلا لوم من أجل صلاتهم الكثيرة وطلباتهم الكثيرة، بلا لوم من أجل حياة الصبر أو حياة الرجاء أو حياة الرضا على التجارب بتاعتهم أو التجربة بتاعتهم، إن هم كانوا كبار في السن، وصلوا السن ده وما عندهمش أولاد، وكان هذا عار عند اليهود إن محدش يبقى عنده أولاد لأنه مش هيجي من نسله، كان يتأمل يعني يطلب إنه يجي من نسله السيد المسيح. طاعة الوصية دي أول حاجة كبيرة جدا. النهاردة سمعنا الإبراكسيس أعمال الرسل يقول إيه؟ إن أبونا إبراهيم ربنا قال له اخرج من أرضك، سيب أرضك وسيب مكانك وهوديك في مكان هقول لك عليه. عمل إيه أبونا إبراهيم عشان يبقى بار أمام الله؟ سمع كلمة الله، سمع الوصية، سمع وأطاع وراح في المكان اللي ربنا يقول له عليه. عنده اشتياق لسماع كلمة الله، ده الإنسان اللي بلا لوم. وفي رسالة بولس الرسول لتيموثاوس الأولى بيقول تحفظ الوصية بلا دنس وبلا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح. تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح. هتلاقوا كده الناس اللي بتخاف الله بيجتهدوا إنه يحفظوا الوصية، يجتهدوا يحفظوا الوصية عشان يوصلوا لأعلى حاجة في الفضائل، أعلى حاجة في الفضائل اللي هي بتهدف لمحبة الله، إنك توصل لمحبة ربنا وتقعد مع ربنا. عشان لما تصلي كتير وتحب ربنا كتير تشوف ربنا، تشوف ربنا الرؤى الإلهية. النهاردة اللي جه وحضر بدري معانا باكر هيسمع الإنجيل بيتكلم على المرأة اللي كان عندها فلسين وألقتها في الصندوق أو في الخزانة، أعطت لربنا وناس كتيرة حطت في الخزانة، لكن مدحها السيد المسيح لو دي أعطت أكتر من كل الناس. ليه؟ عشان دي أعطت من أعوزها، أعطت كل اللي عندها. الفلسين بتوعها دول كانوا كل حاجة وحطتها في الخزانة. طب ليه عملت كده؟ ليه ما حطتش النص وشالت هي النص؟ من أجل محبتها لربنا، من أجل طاعة الوصية. أنا بحب ربنا قوي هديله كتير، أنا بحب ربنا هديله كتير. هتديله إيه بقى؟ إنجيل عشية، المرأة ساكبة الطيب، يتكلم وكان في بيت سمعان الأبرص، وجت امرأة معها طيب كثير الثمن، جت وسكبته على رأس المسيح. أنت عندك إيه غالي تقدمه عند ربنا؟ هل حفظت الوصية أو عرفت الوصية؟ هل سمعت الوصية؟ يقصد سماع الوصية تنفيذها.
انت لما تسمع الوصية تهتم تيجي بدري الكنيسة فتسمع الكتاب المقدس، تسمع كلمة الله، فانت تبقى بتحب ربنا هسمع الكلمة بتاعته، بحب ربنا انفذ الوصية بتاعته. اسمع كده، اسمع الوصية زي ابونا ابراهيم لما اطاع الله وساب بلده، المكان اللي هو قاعد فيه واسرته وعيلته وشغله، المكان اللي يكون في ربنا انا معاه على طول. ده الانسان اللي سالكين في جميع وصايا الله بلا لوم. النهارده سمعنا في المزمور بتاع القداس لان الله نظر الى صلاه المساكين. ان الله نظر الى صلاه المساكين. زكريا واليصابات دايما بيطلبوا من ربنا، وصلوا هذا السن وهما بيطلبوا من ربنا مش بيتذمروا. نسمع الملاك كده قال له يا زكريا لا تخف يا زكريا. ليه بقى؟ لان طلبتك قد سمعت. لا تخف يا زكريا لان طلبتك قد سمعت. معقوله انت بقالك كتير بتطلب، ليه ما فقدتش الرجاء؟ ليه ما زهقتش زي دلوقتي الناس بتزهق بسرعه؟ انا بقالي سنتين شغال مع ربنا ما بيسمعليش، انا هبطل بقى وانا زعلان من ربنا عشان ما عملش الطلب بتاعي. طب بص على زكريا واليصابات، سالكين في جميع وصايا الله واحكامه بلا لوم، مش بيتذمروا. ده في ناس بعد شهرين تزهق تقول انا خلاص انا طلبت من ربنا وما سمعليش انا هبطل صلاه. لا، شوف الجمال بتاع زكريا واليصابات، يجي له ملاك ويبشره لا تخف يا زكريا. ده في يشوع بن صراخ بيقول كده، يكافئ الله الذين يتقونه، يكافئ الله الذين يتقونه، يعني يخافوا ربنا بس بيحبوه، يخافوا ربنا بس بيحبوا ربنا. فانت لما بتقعد مع ربنا كتير وصلاتك وقلبك مع ربنا يبقى عندك دالة مع ربنا، في دالة كده، فاقدر اطلب من ربنا فربنا يسمعني. كثرة الحديث مع الله المتواصل توصلك لهذه الدالة. سليمان الحكيم طلب من ربنا ايه لما مسك بعد داود وخد الملك؟ طلب ايه الطلبة اللي طلبها من ربنا؟ طلب أرضية زي بعض الناس، عايز مال، عايز عمل، عايز وظيفة، عايز أنجح في امتحان. طلب إيه؟ طلب ينتقم من الملوك؟ لا، طلب حكمة من ربنا. وعمل إيه لما طلب الحكمة؟ ربنا اداها له، قال له عشان أنت ما طلبتش تنتقم من أعدائك ولا طلبت مال هديك حكمة. يشوع بن نون اللي مسك الشعب إسرائيل قائد ليهم بعد موسى، طلب ضعفين روح ربنا على موسى. انا ضعيف يا رب ومش قد، مش هبقى زي موسى النبي القديس العظيم ده، فانا هعمل ايه؟ انا عايز بقى اتنين من روح اللي ربنا عليه تديهم لي. ربنا عمل ايه؟ اداله. فتطلب من ربنا وانت بتكلم ربنا يديك. وربنا وصى يشوع قال له كده، ما تخافش حيثما تذهب اكون معك، تشدد وتشجع بشرط تلهج في الوصايا والشريعة أمام الله نهارا وليلا. تلهج في سفر الشريعة نهارا وليلا أمام الله، فربنا هيكون معاك أي مكان هتروح هيكون معاك مش هسيبك. يبقى أنت في صلاتك، في صلاة كتير جدا مش محتاجة كتاب ومش محتاجة أن في إضاءة ولا أكون حافظها، صلاة سهمية، يا رب يسوع المسيح طهرني، يا رب يسوع المسيح ساعدني ارشدني. صليها في اي وقت، ليها فعل جميل قوي. يتقول يا رب ارحم زي الكنيسه بتعلمنا دي بتنقل جبال، او تصلي مزمور لو تحفظه، عشان كده الكنيسه بتحب تعلم اولادنا وهم صغيرين حفظ المزامير، فتلاقيهم شاطرين كده والشمامسه يطلعوا يقروا الانجيل كده في الاجبيه، حفظ انجيل، حفظ مزمور، فهيفيدوا بعد كده. واجمل حاجه بقى اللي هي الدموع، اللي هي الصلاه الصامته. دموع تنزل كده امام الله فالله يتحنن على الانسان.
فالبولس النهارده بيقول الساكنين برومية احباء الله الموضوعين اطهارا. مين هم احباء الله؟ احنا قلنا من شويه سالكين في جميع وصايا الله واحكامه بلا لوم. هتشوف ربنا فين بقى انت؟ انك انت بتزور، تعمل بقى العمل التاني بقى، تزور حد مريض او تقدم للمحتاج. النهارده سمعنا في السنكسار نياحة القديسة حنة أم العذراء اللي زرعت فيها البذرة بتاعت الافتقاد. نسمع بعد كده إن أمنا العذراء لما سمعت إليصابات إنها حامل راحت ولم يذكر الكتاب المقدس إن حد طلب منها، وراحت مش تؤدي واجب زي أغلبنا ما بيعمل، أنا عملت الواجب رحت سلمته وحضرت ومشيت. لا، دي درست افتقاد، قعدت 3 شهور تخدمها. وليه 3 شهور؟ للبشارة كانت لها في الشهر السادس لإليصابات، والطبيعي الولادة بتحصل بعد 9 شهور، يبقى 6 و3 9. قعدت لغاية ما قربت تولد أو ولدت تقريبا، مش تضرب كف وتمشي أو عملت الواجب ومشيت، لا، دي عملت افتقاد اللي هي الزيارة، عشان كده اتعلمت من الام. ممكن زكريا وإليصابات التجربه بتاعتهم كانت شديده شويه، ما عندهمش نسل، لكن هم بيحبوا ربنا فعارفين ان التجارب بتيجي من محبه الله. عايز ربنا يدربني على حاجه، عايز يوصلني لرجاء معين، عايزني يبقى عندي صبر معين، والصبر في التجارب ده بيدي قوة وعزاء للإنسان. ده هو قال لنا كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. اللي بيروح لربنا بيرتاح. زكريا والإصابات دايما يصلوا، ما بطلش زكريا ولا تذمروا بلا لوم، عشان كده الأحمال بتاعتهم كانت خفيفة، أحمالهم كانت خفيفة. لكن للأسف في ناس بتلاقي عندها أحمال تقيلة تقول أنا مش قادر أستحمل، أنا خلاص زهقت، أنا تعبت، مش قادر أشيل الشيلة. طب ما ترمي على ربنا، ما ترمي على ربنا، ما قول كده تعالوا إلي. ساعات بننسى كده، ساعات بننسى كده. لكن زكريا وإليصابات سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه. احكامه دي بقى ان هم تقبلوا ورضيوا باللي ربنا عملوا معاهم. طب ليه يا رب انا ما عنديش اولاد زي بقيه الناس؟ ما احنا بنصلي، ما احنا اكيد بنصوم، ما احنا بنعمل حاجات كويسه. طب ليه مش سامعنا؟ ليه متاخر علينا؟ حياه الرضا، راضيين ان ربنا اداهم هذه التجربه. لكن في ناس بتتذمر، فعشان كده هم عندهم صبر في التجارب. الشيطان عايزنا نقع في عدم الصبر. خلي بالكم ان عدم الصبر ده بيوصل لحاجات مش كويسه. اول حاجه تظن السوء، اول حاجه تظن السوء في الناس، فتقطع علاقتك مع الناس وتسوء مع الاخرين. حاجه تانيه ان يخليك تشك في ربنا، ربنا مش بيسمع لك، انت مهما بتصلي مش هيسمع لك، سيبك من ربنا، فتفقد انت مراحم ربنا. وبعدين اروح اعمل ايه؟ مش اصلي، مش اصوم، مش هدخل له كنيسه. يدخلك الشك في ربنا. عدم الصبر يخليك تخاف وتقلق من الايام. انا هشيل الهم بتاع بكره، طب انا بكره مفيش عمل، الدنيا لو وقفت اعمل ايه؟ يخليك تخاف وتقلق. فتعمل ايه؟ تفقد سلامك. تفقد سلامك. واخر حاجه يوصلها لك بقى الشيطان عشان يخلص على الانسان اليأس. تقلق كتير، تشك، ما عندكش سلام، تزعل مع الناس، وتخاف كتير، فيخليك تقع في اكتئاب. تقع في اكتئاب. عشان كده الانسان المنكسر القلب ويشعر بضعفه واحتاجه فينظر الى الله بشفقه. اطلب الحاح. زكريا وإليصابات كانوا بلا لوم عشان بيصلوا بإلحاح.
والدليل ان هو كان دخل الهيكل وبيحط البخور ما بطلش الصلاة، ما بطلش الصلاة. ليه بقى؟ اللي بيصلي تسبيحة بصلاة يوم الاثنين بيقول ايه بقى؟ لانه غلب من تحننه وارسل لنا ذراعه العالية، لانه غلب من تحننه. فهو شاف وشاف شاف القلب المنكسر، الصلاة الكتيرة، الناس اللي بتسمع الوصية، اللي ما عندهاش يأس، اللي الشيطان بيحاربها بس فضلت صبرة في التجارب، فربنا نظر إليهم وأعطاهم أعظم مواليد النساء، مش إنسان عادي زي بقية الناس. ليه؟ سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه. يبقى أنا النهاردة بلا لوم دي، يبقى أنا أطيع الوصية، أطيع الوصية. اثنين، أخاف ربنا وأحب ربنا في نفس الوقت. أخاف ربنا أعطيه المجد وأعطيه الكرامة وأعطيه المهابة، وأحبه في الناس اللي حوالي، أحبه في صورته الناس اللي حوالي. ثلاثة، الصلاة المستمرة. أنا هفضل أطلب ربنا على طول لغاية آخر يوم في عمري، مش لوقت معين، مش هدي لربنا وقت أسبوع، عشرة أيام، شهرين يحل مشكلة، إما مش هكلمه، لا، هكمل مع ربنا على طول صلاة. آخر حاجة، حياة الرضا والصبر في التجارب. لما أنت بتصبر في التجارب بتبقى أنت كرازة للآخرين، أنت بتبشر الآخرين وأنت مش واخد بالك إن هم ذاكروا يوسف كده، قالوا أدي شفت إحنا مع ربنا، فإحنا الناس هتقلدهم، هتعمل زيهم، لأنهم كانوا حفظوا نفسهم وصبروا على التجارب وبقوا كرازة للآخرين. فبصبرك واحتمالك وبصلاتك بتشكر ربنا. في ناس تسمع كده، أشكرك يا رب يا حنان في كل أوان، مهما يجيله لك أشكرك يا رب يا حنان في كل أوان. فأنت بتوصل لحياة الشكر، فبتشكر ربنا وتبشر باسم ربنا مع الناس. عشان كده تلاقي في المزمور بتاع باكر، لأخبر بجميع تسبيحك في أبواب صهيون، لأخبر بجميع تسبيحك. ليه؟ لأن رب يحب الذين أو يرحم الذين يقبلون إليه ويبادرون إلى العمل بأحكامه. ربنا بيرحم اللي يقبلوا إليه، يرحم اللي يقبلوا إليه. سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. الله يعطينا نكون زكريا، نكون زي زكريا وإليصابات، نصلي، نسمع الوصية، ما ننساش، ونيجي بدري. هتلاقي حتى أبونا وقت البخور، البخور، دورة البخور بتاعت البولس، بينزل يلف الكيسة كلها. ليه؟ ويسلم على القديسين الموجودين. والحاجة التانية، ياخد طلبات الشعب، طلبات الشعب أو الاعتراف. عندك اعتراف كده وقعت في خطية حاجة بسرعة كده، عايز قبل ما تتقدم وتبقى نقي بلا لوم أمام الله، فبتقول اعتراف بسرعة لأبونا قبل ما تقدم ليه؟ للتناول، لكي تكون بلا لوم. فياريت ما ننشغلش أبونا بالتراحيم، تراحيم نبحثها للشمامسة هنا نحطها في طبق. الأهم الطلبات بتاعتنا، أنت عايز إيه؟ في خطية عندك، في زعل معين، في حاجة مش حلوة عندك، قولها لأبونا بسرعة قبل ما تتناول، لكي تكون بلا لوم زي زكريا أسرار. ربنا يعطينا حياة التوبة والنقاوة، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين.